اكتر الايجابيات اللي شفتها النهارده في اللعيبه مروان بيحرز، وليد بيلعب بيقدم، حاله التركيز اللي موجوده كلها، يعني من اول الشناوي لحتى اللي ما وافقوش في احراز اهداف، حاله تركيز عاليه جدا في اثناء اللقاء، في ارتدادهم، في اصرارهم، في تعاملهم باللقاء. يعني اللقاءات اللي زي كده والمرحله دي بتتاخد بالقلب والعقل، يعني قلبك بيكون يعني من نار او من حديد، لكن عقلك كمان ما ينفعش ان انت تعمل اخطاء او ترتكب اخطاء تاثر على الفرقه. يعني مش عارف اقول مين اللي كان مخرج النهارده اللقاء، مش عارف، ممكن تبقى الاستاذه ايناس عثمان، يعني هي اللي ما بتعدش الحاجات دي عشان الفتنه. يعني انا اشوف ان في ضربتين جزاء، اشوف كده، هل صح هل غلط ما اعرفش، لكن هي لو هي اللي بتذيع، انا ما اعرفش مين اللي بيذيع اللقاء، لكن هي ممكن يعني ما بتذيعش الحاجات اللي هي ممكن بيبقى فيها شك، يعني عشان ما يبقاش فيها فتنه.